السلام عليكم يا جماعة. بصوا، احنا دلوقتي هنشرح لاب 5. عايزين نشوف ايه اللي موجود في لاب 5 بالظبط. بكل بساطة، لاب 5 ده بيتكلم عن الكونفوليوشن. الكونفوليوشن اللي احنا شرحناها في شابتر 2، اكيد انتوا ناسيين، مش مشكلة. الكونفوليوشن، عشان افكركم بيه بسرعة، الكونفوليوشن كان حاجة زي كده. لو انت عندك سيجنال اسمها اكس اوف ان، بتعمل لها convolution مع اتش اوف ان، تعمل convolution ما بين اكس و اتش، تمام؟ دي اسمه convolution. يبقى convolution اللي هو بنرمز له بالعلامة ستار دي. العلامة ستار دي معناها convolution، يبقى العلامة دي معناها convolution not multiply. في حاجة اسمها cross correlation. ال cross correlation هو نفس ال convolution، بس التانية بيكون فيها flip، ودي بيكون فيها ايه؟ flip تاني. يبقى الكونفوليوشن عادي اللي احنا خدناه، مفيش اي مشكلة، عادي اللي احنا خدناه قبل كده، اللي هو x convolution مع ال h. الكروس كورليشن هو نفسه convolution، علامة الكونفوليوشن، بس ال h بنسوي لها فليب قبل ما نسوي الكونفوليوشن. الاوتو كورليشن بيكون السيجنال مع نفسها. يبقى الكورليشن دايما بنعمل ايه؟ بنعمل السيجنال التانية بنعمل لها فليب ونسوي convolution في النص. يبقى الاوتو كورليشن هو عبارة عن convolution عادي، convolution عادي، بس السيجنال التانية بنسوي لها ايه؟ بنسوي لها فليب قبل ما نسوي convolution. فعندنا ثلاث حاجات هنعملهم في اللاب ده. ايه هما الثلاث حاجات دول؟ اللي هو الكونفوليوشن، اللي هو x convolution مع h. وعندنا دلوقتي احنا ثلاث حاجات. نتكلم الكونفوليوشن انك انت تقول الكونفوليوشن y n، ده رقم واحد هنعملها في اللاب، ان ال y n يساوي x of n convolution مع h of n، ده convolution. اوكي، ازاي بنحسب الكونفوليوشن؟ الكونفوليوشن في الطريقه اللي احنا بنحسب بيها زمان، خدناها في النظر، مش مهم. في الماتلاب بنعملها فانكشن اسمها كونف، يعني نقول كده في الماتلاب واي. يعني مثلا تعالى نفرض ان انت عندك سيجنال اسمها اكس، ادي اكس ان فيها عمود 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 0 1 2 3. يبقى الـ xn لما نيجي نكتبها بنكتبها كده، xn فيها كم عمود؟ 4 عواميد، 1 و2 و3 و4. كل العمود الأول ارتفاعه 1، اللي بعده ارتفاعه 2، اللي بعده ارتفاعه 3، اللي بعده ارتفاعه 4. طيب، بنفس القصة لو سوينا، عندي سيجنال تانية اسمها h، ولكن أنا عندي h of n فيها عمود 2 3. طيب، وليكن العواميد دي هما 10 10، والعمود اللي بعده 20، والعمود اللي بعده 30. يبقى دي ال h، 1 2 3، دي h of n، آسف، 0 1 2. اوكي، فنقول ان ال h of n بتاعتك عبارة عن 10 و20 و30. عشان نسوي convolution في الماتلاب ما بين x و h يدينا ال y، يعني دايما نقول ايه؟ ان ال y زي ما قلنا، ال y يساوي x convolution مع ال h. اوكي، يعني نقول ال y. طب ازاي نعملها في الماتلاب؟ في الماتلاب كل اللي هنعمله هنقول كده، ان ال y تساوي conv ما بين ال x وال h. يعني في الماتلاب لو حبينا نسويها هنكتب y يساوي conv في ال x وال h. ال function دي built in في الماتلاب، يبقى دي built in في الماتلاب، تمام؟ حلو خالص. احنا عايزين نسوي function تعمل نفس الفكرة دي convolution، بس بدون ما نستخدم ال conv تحت الماتلاب. طيب ازاي؟
عشان نعمل الكونفوليوشن ده هنستفيد بحاجة مهمة جدا. ايه هي الحاجة دي؟ قال لك بص، احنا دلوقتي شغالين بنتكلم على الكونفوليوشن اللي هو رقم اول درس في لاب 5 اللي هو الكونفوليوشن. شلون نقدر نحسب الماتلاب الكونفوليوشن في الماتلاب بدون ما نستخدم الفانكشن اللي اسمها كونف؟ في فانكشن اسمها كونف احنا مش عايزين نستخدمها، احنا عايزين نسوي فانكشن بنفسنا. طيب شلون؟ قال لك بص يا سيدي كالآتي، أولا قال لك لو أنت عندك الـ X الـ signal X فيها 1 و2 و3 و4 و signal H فيها 10 وعمود 20 وعمود 30، فالـ Y تساوي قال لك X ترانسبوز ضرب الـ H. X ترانسبوز ضرب إيه؟ ضرب ال H. تقول لي ايه اكس ترانسبوز؟ اكس ترانسبوز يعني الاكس عبارة عن صف، لا نقلبها نخليها عمود، يعني نكتبها كده 1 2 3 4، بعد كده نضربها في ال H. ال H عبارة عن ايه؟ ال H عبارة عن صف واحد اللي هو 10 20 30. طب لما نضربهم في بعض دول هيطلع ازاي؟ هيطلع شكلهم عامل ازاي؟ هيقول لك هيطلع شكلهم حاجة زي كده، ان ال Y اللي حصل الضرب بتاعهم هيساوي، هيطلع حاجة زي كده، واحد رقم هنا ورقم هنا ورقم هنا ورقم هنا ورقم هنا ورقم هنا، أرقام كتير بالشكل ده، كذا صفوف صفوف وعواميد. طب لو احنا عايزين نحسب الواي، قال لك الواي نجمع الدياجونالز، يعني فرضا إن هنا فرضا إن في رقم هنا مثلا 10 وهنا 2، خلينا نجيب نفس الأرقام اللي هنا. يعني عندي هنا 10 20، هنا في 20، هنا في 30، وهنا في 40، هنا في 30، 60، 60 90، وهنا في 60، 60 90، 40، 80، 120. طيب وليكن لما ضربت الاتنين فيكتور دول في بعض طلعت الأرقام معايا كده، طلعت ماتريكس شكلها كده. ازاي اطلع الواي؟ قالك الواي تجمع الدياجونال. ازاي نجمع الدياجونال؟ يعني ناخد الرقم ده بروح، يعني 10 يبقى أول عمود 10، بعد كده نجمع الرقمين دول على بعض 20 و20 40، بعد كده نجمع التلات أرقام دول على بعض اللي هما 30 و40 و30 يدينا 100، بعد كده نجمع الأرقام دي على بعض اللي هو 60 و60 120 و40 160، بعد كده نجمع الرقمين دول على بعض 90 و80 170، بعد كده ناخد الرقم ده اللي هو 120. يبقى ده ايه؟ لما نجمع الدياجونالز دي قيمة الواي. فهمنا كده؟ يبقى ازاي نحسب الكونفوليوشن في الماتلاب؟ على كام خطوة؟ أول خطوة هنعرف الإكس، نعرف الإتش، بعد كده نضرب إكس ترانسبوز، يعني نقلب الإكس بدل ما هي صفوف نخليها عواميد نضربها في الإتش زي ما هي، هتطلع ماتريكس نسميها واتيفر، مثلا بدل ما نسميها واي نسميها بي، يبقى الماتريكس دي هنسميها ايه؟ هنسميها بي. اوكي الماتريكس دي هنسميها بي، البي الماتريكس بي فيها صفوف وعواميد، نجمع الدياجونالز مع بعض بالشكل ده يدينا مين؟ يدينا الواي. دي الطريقة. طب ازاي نعمل الفانكشن؟ المطلوب رقم اول مطلوب عندنا في اللاب، اول حاجه عندنا في اللاب لو بصينا في اللاب نفسه هتلاقي اول حاجه بيقول لك اعمل لي كريت، اول حاجه في اللاب بيقول لك ايه؟ اعمل لي كريت المطلوب رقم ايه؟ بيقول لك كريت ماتلاب فانكشن سميها myconf، واستخدم الفانكشن اللي اسمها myconf دي عشان تحسب لي الكونفوليوشن بين اتنين سيكونس، اي اتنين سيكونس اختار اي اتنين سيكونس من عندك. طبعا احنا هنسوي على نفس اللي موجودة عندنا في اللاب، وما تستخدمش البلت ان فانكشن، لا انت اعمل فانكشن جديدة ما تستخدمش البلت ان. طب ازاي نعمل فانكشن؟ اقول لك انا بكل بساطة. بص يا سيدي، انت ادا انا هبعت لك اللاب كامل اهو، ده الكود بتاع اللاب كامل تمام. طيب لكن انت في هتيجي قدامه ادي الكود عندك، لما هتبقى موجود في اللاب
خلال السيشن بتاعت اللاب مع الانستراكتور بتاعك